معانا صدور فراخ ومعانا شوفان ومعانا بصل ومعانا شويه بهارات وشويه حب للاكل الصحي. ازاي نعمله؟ تعالوا نشوف مع بعض ازاي نعمل طاجن الفراخ بالشوفان. صدور فراخ وشوفان وبصل وتوم وشويه بهارات، مقادير بسيطه وسهله، ولكن الطعم والشكل من بين اصابع ايدك العشره. حلو الكلام. مقادير في متناول الجميع. اول حاجه هاخد البصل كده، وانا بحب انا شخصيا البصل الاحمر، خاصه البصل اللي بيبقى شبه المنجاية الحلو ده كده، ده موجود عند الراجل بتاع الخضار. بنروح عند بتاع الخضار بنلاقي حاجات كتيره من خيرات ارضنا. ادي البصلايه الحلوه دي كده، باخدها بالشكل ده كده. البصل ده ميزته ان هو بيبقى له طعم مميز اهو. حلو الكلام. واقطعه شرايح، لان الاكله دي مش عايزه وقت كبير على النار. احنا كلنا عارفين الشوفان بيبقى وجبه فطار الصبح مع شويه حليب سخنين، انا شخصيا بحبه. شوفان يعني الياف، ميزه الشوفان ده فيه الياف فعاله والياف غير فعاله، مكنسه المعده، بيخلصنا من الكوليسترول من الدهون. حلو الكلام. بيملى المعده، ما يحسسش الواحد بالجوع. يعني الواحد لو اكل طبق شوفان مع شويه حليب بيحس ان بطنه اتملت خلاص، عامل زي الفريك كده. والدليل على كده لما تحط معلقتين شوفان مع شويه حليب في طبق كده وتسيبهم شويه تلاقي الطبق اتملى، سبحان الله. نفس القصه في المعده. البصل معانا اهو، اتقشرناه مع بعض. خلي بالك قشر البصل ده، انا اتعمدت اقشر البصلات، مش متعودين من الشيف المغازي يقشر بصلايه على الهوا عشان وقتنا، ولكن عايز اتكلم عن قشر البصل، خاصه البصل الاحمر اللطيف ده. تقدري تعملي بيه طبق رز صياديه تكسري بيه الدنيا، محدش في العيله عمله غيرك. بقشر البصل ده يتحمر بعد ما تغسليه طبعا، وتاخدي اللون بتاعه، بدل ما تحط سكر كراميل وتحط معجون طماطم والحاجات اللي مش لطيفه، وتاخدي لون قشره البصله الحمراء الحلوه دي كده، تعملي شوربه البصل الفرنسيه وتعملي رز صياديه. عشان كده حبيت ان انا اتناول، لان في اسئله كتير على السوشيال ميديا، شيف مغازي بتشوف في بعض المطاعم بيستخدموا قشر البصل، مهم جدا. هناخد البصلايه دي كده اهي بالشكل ده كده. حلو، شفت البصلايه ازاي فتعتها حتى كمان حاجه حلوه. حلو، معانا طاسة بتسخن على النار. هناخد الطاسة دي يا عم الشيف، بنحط فيها معلقتين زيت زيتون. خلي بالك من ايدك تقدري تعملي الاكل الصحي، وخبرتك الطهوية في المطبخ تقدري تعملي الاكل الصحي. انا بمسك الاكلة افصصها وادرسها كويس من كل جوانبها، الماتيريال بتاعها، مكوناتها، طريقة التنفيذ، المعطيات المطلوب اثباته، بشوف ايه المادة الدهنية. اكلة زي دي محتاجة ايه مادة دهنية؟ سمنة بلدي، يبقى طلعنا كده مش بنعمل اكل صحي. حلو الكلام. محتاجه زيت زيتون، باخد معلقتين زيت زيتون صغيرين، ما بكترش. عينيا نشيلها خالص من هنا، واللي تضايقك نطلعه. حلو الكلام، تمام زي الفل. شويه زيت زيتون حلوين. كل القصه باخد البصلايه الحلوه اللي انا قطعتها دي كده، تعالي يا حلوه اهي. الله، شفت ازاي؟ هو ده بصل لطيف وجميل. مشاكلنا مع البصل، ملابسنا، مطبخنا، الصالون، حد من ضيوف عندنا، المطبخ بتاعك مطبخ امريكان، بتلاقي الشباك مفتوح او الباب مفتوح على الصاله، فمش عايزه ريحه البصل تخش الصالون، تعملي ايه يا حلوه يا شربطه؟ عود نعناع حلو في قلب البصله هيشيل الريحه، دي حاجه. الحاجه الثانيه انا ماشي معاكي واحده واحده، عندك روزماري، عود روزماري حلو في قلب البصله كده مفيش ريحه، عندك زعتر، عود زعتر حلو في قلب البصله كده مفيش ريحه. الحاجات البسيطه السهله دي خلي بالك بتعلم من المطبخ بتاعك. ادي البصلايه عندي زي الفل. تمام، هسيبها على النار ونروح للفراخ. اخبارها ايه؟ حلوه قوي. نعم يا غالي. المخرج متابع ومركز. لا انا مش هحط زبده المره دي، بيقول لي دايما اتعلمنا منك دايما بتحط معلقه زبده عشان البصله تتحمر بسرعه. انا مش محتاج في الاكله دي احمرار البصله، محتاج ان هي تستوي شويه كده عشان مش هقدر احط زبده، لان انا بعمل اكل صحي النهارده، مع ان هي معايا وكل حاجه، بس طبعا ايه زي ما قلت لحضراتكم من ايدك تقدري تعملي الاكل الصحي. هناخد صدور الفراخ الحلوه دي كده، اللهم صل على النبي. ده صدر، ده كرومي ده ولا صدر فرخه؟ بسم الله ما شاء الله ربنا مبارك. هناخد الصدر ده كده نقطعه شرايح. حلو، زي البصل بالظبط، نفس طريقه تقطيع البصله. الشكل ده كده.
والبصلية بتتحمر على النار، عايزة يبقى لونها مكرمل كده حلو. اهو دول يا فندم، اهو عينيا. حاضر. تنا كل شيء لغايه لما تلاقيش حاجه على الكاونتر. وادي صدور الفراخ بالشكل ده كده اهو. الله، ايه الحلاوه دي؟ ناخد الفراخ دي زي ما هي كده يا عم الشيف، ننزل بيها على البصلايه. اللهم صل على النبي. حلو الكلام. نفس القصه معانا صدور فراخ اهي كمان برضو. ريحه البصلايه بدات تطلع معانا حلوه ازاي؟ فيها الروزماري، فيها الزعتر. ناخد الفراخ بالشكل ده كده، التقطيعه دي مطلوبه. شرايح، نفس تقطيعه البصلايه اهي. بالساتور، ما عندكيش ساتور، بالسكينه. يفضل تقطيع اللحوم، الفراخ، الاسماك بسكينه اهو، السلاح بتاعها عريض. زي المثال، زي الساتور اللي معايا ده كده اهو. بتساعدك، تقدري تتحكمي فيها زي ما انت عايز اهو. ناخد تقطيعه الفراخ الحلوه دي كده زي ما هي كده اهي. فراخ خاليه من الدهون. ننزل بقى هنا كده، اللهم صل على النبي، ونقلب. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ شفت الفراخ خدت لون حلو ازاي؟ اهو. ايه البهارات بتاعتنا هنا بقى؟ احنا متفقين مع بعض ان البهارات في الاكل الصحي مفيش مشكله معانا فيها. يعني ايه يا عم الشيف؟ دي خلاص انا خدت الريحه بتاعته، الزعتر ده عامل لي زحمه. يعني الفلفل الاسود مفيش مشكله من ناحيته، الكمون مفيد جدا للقولون وفوائده كتيره. الكزبره فاتي استخدامك للتوابل لا حرج فيها، استخدمي اللي انت حباه. ادي الفراخ اهيت، ملاحظه ان مفيش ماده دهنيه خالص هنا. معلقتين زيت زيتون كفيله في ان هي تحمر لي الفراخ مع البصلية كده بالشكل ده كده. الله، شفت الحلاوه دي كده؟ اه. طعم الروزماري مع الزعتر بالشكل ده كده. نخليها على النار زي ما هي. البهارات بتاعتنا يا عم الشيف، البابريكا حلوه مفيش مشكله اهو، ونحطها. حلو. الكركم مفيد جدا للجهاز الهضمي وخاصة الكبد بالشكل ده كده. الأسماك بتحب الكركم، الدواجن والطيور تحب الكركم، اللحوم مش في كل الأكلات تحب الكركم. الملح بتاعنا حلو. يوم الحد زي النهاردة كده بيكون الأكل بتاعنا أكل صحي، ودايما الأكل الصحي يبقى عندك يوم في الأسبوع. ولادك بيعرفوه، جوزك بيعرفه، عارفين النهارده اكل صحي، مامي عامله النهارده اكل صحي، فلازم ناكل النهارده اكل صحي. واللي نفسه في اكله صحيه بيطلبها من مامي، مامي مش قادره تعملها بيطلبها من الشيف المغازي، واحنا نعملها لحضراتكم. حلو الكلام. يوم الاثنين بتبقى اكله سمك. اكله السمك بيبقى لها طعم تاني وتفاصيلها صغيره، ولكن الطعم والشكل جديد بدون تكلفه. حلو الكلام. يوم الثلاث من كل اسبوع بنعمل ايه يا عم الشيف؟ اكلات مصريه من قلب الريف المصري والصعيد المصري، اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو، من على الكورنيش، من هنا. اما الاربع من كل اسبوع بنتجول داخل المطابخ العالميه والعربيه، نجيب اشهر الاكلات من المطابخ العالميه، حتى الصين، برج الصين وصلنا له، اليابان وهكذا. الفراخ هنا شغاله. حلو الكلام. بتستوي، عندي شويه جزر، ممكن تكون الجزر ده مش مكتوب في المقادير، هنحط شويه جزر. حبيت شكله، هو للسلطه بس انا خدت منه شويه. حلو الكلام. فص ثوم حلو بننزل بيه كده. ليه ما حمرتش الثوم يا شيف؟ الثوم انا عايز استفيد بيه كده، لان الثوم زي البصل زي الجنزبيل الكوليسترول بيخاف منه وبيحارب الكوليسترول، وخاصه في الاجزاء الدقيقه من الشرايين. ثوم، بصل، جنزبيل، هو ده اهو الثلاثي الحلو ده كده. شفت التومه هنا مع الجزريه؟ حلو قوي. ننزل بالميه بتاعتنا المغليه، شقشق ميه كده حلو، نسيبه على النار ونغطي الحله دي يا عم الشيف، ونسيبها ايه؟ تستوي الفراخ، لان الشوفان هنا هنضيفه تحصيل حاصل، نستفيد بالقيمه الغذائيه بتاعته، نستفيد بالالياف بتاعته، نستفيد بعضلاته للتخلص من الكوليسترول والدهون اللي موجوده. ايه هو الشوفان يا عم الشيف؟ الشوفان بتفاصيله موجود في السوبر ماركت باشكال مختلفه، في منه الفليفر، وفي منه اللي واخد مكسرات، وفي منه اللي واخد فواكه مجففه، وفي منه الحبوب الشوفان اللي هي الساده
فتخلي عندك الساده تقدري تتنوعي زي ما انت عايزه. عايزه تحط له تفاح تحط تفاح، تحط مانجا تحط مانجا، انا افضل كده بصراحه يعني. انما تجيب الشوفان اللي هو متهدرج واخد فواكه او واخد مكسرات ما بحبوش، بحب ده وسعره في متناول الجميع وده في متناول. هنخليه هنا جنب الدجاج. يوم الاحد زي النهارده كده بيكون الاكل بتاعنا اكل صحي، ودايما الاكل الصحي يبقى عندك يوم في الاسبوع، ولادك بيعرفوه جوزك بيعرفه، عارفين النهارده اكل صحي، مامي عامله النهارده اكل صحي، فلازم ناكل النهارده اكل صحي. واللي نفسه في اكله صحيه بيطلبها من مامي، مامي مش قادره تعملها بيطلبها من الشيف المغازي واحنا نعملها لحضراتكم. محتاج يا شيف الوش ده كله؟ تعالي بص كده واحنا مع بعض، وريني بس على عينك يا تاجر اهو، فين الماده الدهنيه هنا اللي استخدمتها؟ هي معلقه زيت يتيمه، زيت زيتون، اي نوع من انواع الزيوت مفيش اي مشكله دون ذكر الاسماء. حمرنا بصلايه حلوه لطيفه، اهتميت في تنظيفها وتقطيعها، خدت الشرايح الجوليان. جوليان يعني ايه؟ شرايح او سلايز. بصي البصلايه اهيت مش باينه، مش باين يعني، مش انا مش مقطعها مكعبات زي الفراخ بالظبط، وقطعت الفراخ طولي كده ونزلت بيها وحمرتهم. التوم بس انا حطيته على الني عشان يديني طعم، وانزل بالشوفان الحلو ده كده. هو ده هو ده، اللهم صل على النبي. دي جديده يا شيف دي، انا اعرف تحط فريك، امي كانت تحط فريك رحمه الله عليها، تحط برغل، تحط رز، انما شوفان ما هو ده لما بروح لاي دكتور صيدله، دكتور تغذيه دارس تغذيه يعني او عياده تغذيه، يقول لك شوفان بروكلي كرومب، شوفان بروكلي كرومب. هنسيبه على النار؟ لا مش هسيبه على النار، انا هشيله من النار واحطه في طاجن حلو كده لطيف وندخله النار. حلو؟ اللهم صل على النبي. عشان عايز اعمل شويه بطاطس سوفليه حكايه. البطاطس انا شخصيا بحب اكلها بطرق مختلفه، مش مقليه وبس. هاخدها زي ما هي كده، الطاجن الحلو ده كده، واحطه في قلب الطاجن ده كده. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ دي لو اكلتيه كله ولا له تاثير، ملوش دعوه بالدسامه خالص. تفاصيله شفناها من البدايه، بصلايه معلقتين زيت زيتون، اتحمرت البصلايه وتوصينا فيها شويه في التحمير عشان تديني طعم. شفتني استخدمت اي مكعبات اكل او مكعبات طعم اللي بنسمع عنها؟ خالص طعم بين اصابع ايدك العشر. الحاجه الوحيده يا استاذ رحاب اللي مش مكتوبه الجزر المبشور، ضيفيها واختياري. عايزه تحط شويه بسله اهلا وسهلا، بتاعت عايزه تحط مشروم اهلا وسهلا. خلي بالك يعني انا بديكي مفاتيح السعاده، مفاتيح الابداع، مفاتيح الابهار، انت تستخدميها زي ما انت عايزه، بسله مشروم جزر، انا حطيت زي ما انت حابه، اسباركوس مالكيش دعوه بالاسباركوس ده عشان غالي. حلو زي الفل. هناخد دي زي ما هي كده يا عم الشيف ونجرنشها باي حاجه حلوه كده عشان الاولاد يهتموا بيها، والاولاد بيحبوا الحاجه الحلوه. طماطميه حلوه اهي، قطعها شرايح كده نحطها على الوش، قرن فلفل ماشي، يعني اديها الايمج بتاعها اللي هي طاجن، شخصيتها كانها طاجن. طواجن دايما معروفه عنها ان هي بتاخد الايه؟ الطماطم على الوش كده والفلفل، مش هنخسر حاجه. فلفل اخضر مش هيقول لا. طماطميه حلوه مش هتقول لا، اهي بناخدها كده. الجو الحلو ده مطلوب. مش معناته ان انا بعمل اكل صحي، لا خالص. معروف عن الاكل الصحي يقول لك ده وانا تعبان يا عم، انا اكل يا عم انا الدسم والسمين وسيبها على الله. ما احنا كلنا سايبينها على الله، بس ايه المشكله يوم في الاسبوع كده نكتب على باب التلاجة الاكل بتاعنا النهارده اكل صحي بنفس المكونات بنفس المقادير بنفس الشكل. هناخد دي زي ما هي كده يا عم الشيف وندخلها فين؟ النار. يلا بينا اهي، ده هو الشكل، مش محتاج حاجه، صوره تحفه فنيه ولكن صحيه. انا خدتها زي ما هي كده وندخلها الفرن. اللهم صل على النبي اهي، يلا بينا يا شباب. يلا اهي طاجن الفراخ. فين الفراخ؟ طاجن الفراخ بالشوفان، تفاصيلها شفناها مع بدايه الحلقه. طاجن الفراخ بالشوفان، الاكل بتاعنا النهارده اكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء. حريصين ان احنا نعمل في يوم من الاسبوع، يوم من الاسبوع اكل صحي بقى معانا بالشكل ده كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ بص لي على الحلاوه بالله عليك وجيب لي التفاصيل، ده يستاهل انك تغازله. طاجن الفراخ بالشوفان
بصراحه يعني الواحد يقف يتغزل فيه، ياكل الشوفان ولا ياكل الفراخ ولا ياكل البصل ولا يستمتع مع الثلاثه مع بعض، بسيطه وسهله. الشوفان هنا عنده شويه تناكه، خلوا بالكم، مش غير لما بنحط مثلا بسكويت او نحط توست، الشوفان بياخد وقت على ما بيفرد عضلاته، لانه في الياف فعاله والياف غير فعاله، عامل زي عداد الكهرباء بتاع المصانع والشركات، عدادين مع بعض، عداد يعد فلوس وعداد يعد كيلوات. فالشوفان ده الياف فعاله والياف غير فعاله، ده المحتوى بتاع الالياف بتاعته. الياف بتخلصنا من الكوليسترول والدهون والحاجات دي كلها، والياف تانية بتفيد الجسم، سبحان الله، كل ده في رقائق الشوفان. عشان كده بيتصدر القائمه الاولى في رشدة دكاتره التغذيه، شوفان بروكلي كرومب. فكر طهوي بيكلف حاجات كتيره قوي، بيكلف الخبره. عملنا طاجن الفراخ بالشوفان صحي، عملنا بطاطس السوفليه بفكر علمي فرنساوي ولكن بخفة دم مصرية، عملنا سلطة بصراحة أنا هتصور معاها سيلفي. رؤية فن إبداع، نشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.